السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. مشاهدينا ومتابعين القاهره 24، معكم احمد عبد الباري من قسم الحوادث بالقاهره 24. الفنانه علا غانم تتهم زوجها امام جهات التحقيق، طبعا ذلك على خلفيه ان هو قام بمكالمه هاتفيه لها وتعدى فيها بها عليها. طبعا الخلفيات دي كلها طبعا حاليا هي بتمثل لأخذ أقوالها أمام جهات التحقيق. وزي ما حضراتكم تابعتوا في الفترات الماضية، أيضا الفنانة علا غانم كان ليها ده برضو عدة ذمات، منها الوعكة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة. أيضا لو حضراتكم برضو متابعين المشهد كاملا هتلاقوا ان هي كانت برضو منذ عدة اسابيع كانت امام جهات التحقيق، كانت امام محكمة في دعوة خلع على زوجها الثالث رجل الاعمال. زي ما حضراتكم شفتوا هي تقدمت بدعوة خلع عليه لسبب ان هي طبعا ان هي لا تطيق العيشة معه بتاعه. وبعد كده تقدمت ايضا تقدم المحامي الوكيل عنها بأن يقوم بأخذ طبعا بسحب دعوة الخلع الذي قدمها أمام المحكمة. طبعا دي التفاصيل الكاملة اللي احنا بننقلها لحضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم برضو هي في الفترة الأخيرة كانت عندها وعكة صحية، هي كانت عندها وعكة صحية. في بعض المشاهدين برضو في عبر الكومنتات يقول هي مش عندها ارتجاج، نزلت ازاي؟ هي كان عندها ارتجاج فعلا، واحنا نقلنا لكم الخبر وكنا اول ناس وقلنا لكم ان هي بتتعرض لازمة صحية بسبب ارتجاج في المخ ونزيف، وده طبعا الحمد لله يعني هي اتعالجت منه، مش هتفضل في الازمة دي طوال الوقت. وعقبة طبعا علاجها من الازمة كانت طبعا في حيثيات تانية في حياتها اللي نقلناها لحضراتكم، منها ان هي كانت ايضا يعني تعرضت لمكالمة هاتفية من زوجها. في المكالمة دي طبعا قام زوجها بسبها او مكالمتها كلاما خارجيا عن السياق محترم بالنسبة لها لتتقدم ببلاغ وتمثل أمام جهات التحقيق الآن حتى تدلي بأقوالها تجاه القضية. طبعا برضو حضراتكم هي بتمثل الآن أمام جهات التحقيق لأخذ أقوالها فيما هي تتهم زوجها به. طبعا التفاصيل دي كلها احنا بننقلها لحضراتكم من امام جهات التحقيق. احنا في الان امام جهات التحقيق التي تمثل بها الفنانه علا غانم امام جهات التحقيق لاخذ اقوالها والادلاء باقوالها امام جهات التحقيق لمعرفه تفاصيل التعديات التي تعرضت لها عبر مكالمة هاتفية تلقتها على هاتفها المحمول الشخصي، لتقوم عقب ذلك طبعا تقديم بلاغ هي تعرضت لتعدي من زوجها. طبعا التفاصيل دي كلها زي ما قلت لحضراتكم احنا بننقلها لحضراتكم من امام جهة التحقيق، وبرضو هنتابع كل ما هو جديد لكم. برضو بذكر حضراتكم ان علا غانم في الفترات الاخيره تعرضت لعده ازمات، منها الازمه اللي كانت قدمت بدعوه خلع امام محكمه قصر النيل طبعا علشان تقوم بخلع زوجها الثالث رجل الاعمال، وقام المحامي بتقديم عريضه فيها ان هي لا تطيق العيشه الزوجيه. وفي اغلب الاحيان زي ما حضراتكم عارفين ان السيدات اللي بيقدموا دعوات خلع على ازواجهن بيكونوا لا يطيقوا العيشه معهن مع ازواجهن، ولا وذلك باستحاله العشره بينهما وتفاصيل اخرى من تعديات او اشياء اخرى حضراتكم
برضو على علم بيها في مثل هذه الدعوات، واللي بيقدم برضو دعوات زي دي برضو بذكر حضراتكم ان هو اللي بيتقدم بدعوة خلع بيبقى فيه حاجات كتير بيبقى بيتنازل عنها، زي نفقة الزواج ونفقة المتعة وغيرها من نفقات خصصة لتلك بين الأزواج الذين يتقدمون أو يقفن أمام محكمة الأسرة رجينا القاضي أو الذي ينطق بالحكم في إنهاء العيشة بينهما، ذلك لاستحالة العيشة بينهما. طبعا مشاهدينا ومتابعينا، عقب ما تقدمت بهذه الدعوة قام المحامي الوكيل عن الفنانة علا غالي بتقديم الورق القضية لتؤجل لجلسة ثانية. وفي الجلسة الثانية طلب المحامي الوكيل عن الفنانة علا غانم بصح دعوة الخلع من المحكمة. طبعا دي كانت تفاصيل الجلسة الثانية. الجلسة الثالثة حصل فيها أن المحكمة حكمت وأدلت بحكمها لحين الفصل، حكمت تأجيل الدعوة لحين الفصل في طلب الرد من الداعي والمدعي عليه. طبعا دي كانت تفاصيل الجلسة الثالثة التي أسدل فيها الستار عن دعوة الخلع التي أقامتها الفنانة علا غانم أمام محكمة الأسرة. زي ما قلت لحضراتكم إن السيدات اللي بتقدموا لدعوات في محكمة الأسرة من دعوات خلع، ذلك يكون منهم راجين بأن يتم الفصل في طبعا الزواج بينهما، وأن يتم الانفصال ذلك لاستحالة العشرة أو لأسباب أخرى حضراتكم برضو تعلموها، من استحالة العشرة أو أسباب أخرى سيدة لا ينفق عليها زوجها أو تعديات يتم الزوج بها على زوجته. دي كل التفاصيل لدعوة الخلع بحكم أن الزوج هو الذي في يده العصمة، يعني هو اللي في يده العصمة هو اللي بيطلق زوجته. طبعا عقب ذلك طبعا سمعنا عن الأزمة والوعكة الصحية اللي تعرضت ليها الفنانة علا غانم. طبعا بعد ما الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة علا غانم لوعكة صحية الوعكة الصحية دي كانت ارتجاج في المخ ونزيف ارتجاج في الجمجمة ونزيف في المخ، وذلك كان طبعا عقب تعديات عذرا مشاهدينا، كان ذلك وعكة صحية تعرضت لها الفنانة. بعد ذلك بعد تلك الوعكة الصحية طبعا هي صحتها كانت التعمت قليلا ورجعت صحتها ليها قليلا، لتتعرض لمكالمة هاتفية من زوجها بها طبعا تعديات مثل ألفاظ خارجة. وحاليا برضو يعني التفاصيل الكاملة للمكالمة دي احنا نعرفش التفاصيل الكاملة، غير ان هي قامت طبعا بتعدي عليها في الهاتف، ولكن سواء كانت تبع او القصف او التهديد او غير ذلك من ما يقوم الاخرين بالتعدي في المكالمات على الاخرين، هننقلها لحضراتكم ايضا وهنجيب لكم التفاصيل الكاملة للموضوع. ولكن زي ما قلت لحضراتكم هي الفكرة كلها من البداية للنهاية أن الفنانة مثلت منذ لحظات أمام جهات التحقيق، وحاليا هي أمام جهات التحقيق تمثل التحقيق معها في طبعا وقعت طبعا تعدي زوجها عليها، وجهات هي بتدلي بأقوالها الآن أمام جهات التحقيق. احنا أمام جهات التحقيق بننقل لكم الصورة وبننقل لكم الخبر والذي حدث منذ عدة لحظات. طبعا التفاصيل الكاملة للموضوع هننقلها لحضراتكم وهنقل لكم كل جديد وجديد حول القضية. طبعا دي التفاصيل الكاملة اللي كانت معنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي القاهرة 24، تفاصيل لمسؤول الفنانة علا غانم أمام جهات التحقيق.
شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. مشاهدي ومتابعي القاهرة 24 كان معكم أحمد عبد الباري من قسم الحوادث بالقاهرة 24. دمتم بخير.